لا شك أن العديد من النساء في شهورهن الأولى من الحمل يشعرن بقلق حول احتمالية وجود تشوهات خلقية لدى الجنين. فما هي أنواع تشوهات الجنين؟ ما الأسباب التي تؤدي إليها؟ وهل من وسائل للتخفيف منها؟ إذا كنت من المتابعين الجدد، اشتركي في القناة وفعلي الجرس الرمادي ليصلك جديدنا. تتعدد أنواع تشوهات الجنين وتختلف، فمنها تشوهات بسيطة وخفيفة يمكن التحكم منها بإجراء عمليات جراحية مثل تشوه الشفة الأرنبية. تشوهات متوسطة مثل التشوهات التي ينتج عنها الطفل المنغولي، وهنا لا يمكن إجراء أي خطوة طبية للتحكم في التشوه. تشوهات كبيرة قد تسبب وفاة الطفل ولا يمكن التعامل معها، مثلا ولادة جنين بلا مخ. ومن الأسباب التي تؤدي إلى تشوه الجنين سوء التغذية. يؤدي النقص في النظام الغذائي للحامل وعدم حصولها على الكالسيوم وحمض الفوليك إلى تشوه في العمود الفقري. الأدوية والعقاقير الطبية. لا يجب تناول أدوية دون وصفة الطبيب المختص، إضافة إلى عدم الإفراط في استخدام الأصباغ ومستحضرات التجميل. قرابة الزوجين. يمكن أن تتسبب قرابة الزوجين إلى إصابة الجنين بتشوهات، حيث تزيد نسبة التشوه للأجنة الذين تكون نسبة قرابة بين آبائهم وأمهاتهم. الأمراض المعدية والمزمنة. إصابة الحامل بمرض الحصبة أو ارتفاع في درجة حرارتها تحديدا بين الأسبوع الرابع والرابع عشر من الحمل يسبب تشوهات خلقية ويؤدي إصابة الحامل بمرض السكري إلى تشوهات تصيب الجهاز الهضمي أو العصبي أو الكليتين أو القلب. ختاماً، إليك بعض النصائح لتفادي هذه التشوهات. أولاً، وضع برنامج حمض الفوليك ضمن برنامج الطعام اليومي. ثانياً، السيطرة على الأمراض المزمنة مثل داء السكري ومراعاة عدم تناول بعض الأدوية. كان هذا كل شيء، إلى اللقاء.